ملعب بيروت البلد انتهى لقاء الأنصار وشباب الساحل بالتعادل الإيجابي 3-3 بمباراة مثيرة. الأنصار تقدم بثلاث أهداف نظيفة على خصمه عن طريق البرازيلي رودريجو لوبيز والنيجيري أبدي برينز وحمزة عبود ليرد الساحل بقوة ويعادل النتيجة بعد ما سجل العاجي كريس ترامي هدفين ومصطفى شاهين هدف. شباب الساحل أنهى موسمه بالمركز السابع برصيد 30 نقطة أمام الأنصار الثامن مع 29 نقطة.